الله عليك يا ست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة قدرت تشوف أم كلثوم بتغني قدامك في 2020، قادر تسمعها وقادر تشوفها حتى لو أنت عارف إنها مجسم، بس عشت حالة بسبب تقنية جديدة نازلة وهتبدأ تنتشر وتبقى سهلة في الإيد. كانت غالية جدا وكانت تكلفتها عالية، ولكن هتبدأ تنتشر وتكون رخيصة جدا في الفترة اللي جاية. سنة 47 في واحد اسمه دينيس غابور، مش دينيس خابور، دينيس غابور. الراجل ده قرر ان هو اوجد في دماغه فكرة عن تجسيد الاشياء باشعة وانك تشوفها في الفضاء الامامي. قصة مش عايزين ندخل فيها علميا، ولكن اختصار الهولوجرام هو نوع من انواع الاشعة اللي بيسمح لك تشوف صورة 4K او فيديو 4K او شخص مجسم 4K من 6 اتجاهات، 6D 6 dimension، يعني تقدر تشوف الشخص من 6 اتجاهات كأنك واقف قدامه. كانت التقنية دي غالية جدا وبتستخدم في أجهزة أمنية وفي حاجات كتير جدا، ولكن مع تطور التكنولوجيا في 2019 عملوا جهاز صغير جدا موجود معايا، لقيته وانا في الصين وقررت ان انا اجيبه علشان نشوفه مع بعض. لسه بستكشفه، كان بقالي فترة كبيرة بستكشفه علشان اقدر اوصل ليه. هم عملوه كنوع من انك تقدر تشوف صور، تقدر تعرض فيلم، تقدر تتفرج على دعاية. دي اسمها هولوجرام LED فان، مروحة الهولوجرام السداسي الابعاد، والكرتونة زي ما حضراتكم هتشوفوا كده مكتوب عليها ان هي بتشتغل 4K وبتعرض على ديوال ديسبلاي وبتشتغل مع الواي فاي. فقررت ان احنا نعمل التجربة دي مع بعض. بس قبل ما نعمل التجربة ما تنساش تدوس لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل زرار الجرس عشان في حاجات كتير جاية هتعجبك. نبدأ أول حاجة نفتح الكرتونة نفسها نشوف إيه اللي بيجي مع هذا الاختراع. أول حاجة هنلاقيها معانا وهي مروحة الهولوجرام. هنلاقي لدات موجودة هنا والمروحة نفسها، جسم المروحة مع وجود كارت ميموري، موجود كارت ذاكرة جوه المروحة نفسها، في كارت ذاكرة، تمام؟ ده أول حاجة. هنلاقي بعد كده الأدابتر اللي بيشغلها بالكهرباء، أو اللي بيخلي إنك تقدر تديها باور علشان تشتغل. المروحة دي عشان تديك أفضل أداء لازم تاخد الأداء ده في كل ما الدنيا كانت ضلمة، كل ما الأداء هيكون أفضل. هتلاقي بعد كده الترانس فلاش أو الشيء اللي بيخليك إن أنت تقدر تركب الفلاش او الكارت الميموري هنا علشان تتعامل معاه على الكمبيوتر، وهي من ورا ليها حاجتين بتتعلق منهم ومديك معاها الخبورين دول، بما ان المخترع خبور فهو مدينا خبورين يتعلقوا في الحيطة علشان تقدر تعلق منهم الـ LED هولوجرام فان، ودي الحتة اللي بتدخل في جسم الجهاز نفسه بعد التعليق علشان يبقى متثبت بالشكل ده. طبعا انتوا شايفين كده بشكل قليل، ولكن ده نتيجة ان انا في الاضاءات اللي حواليا العادية. خلينا بقى ناخد التجربة مع الاضاءة المعدومة.
وزي ما شفتوا دي صور كده سريعه انا حطيتها على الجهاز. هتعرف ازاي انك تشغل الصور بتاعتك او الحاجات بتاعتك بنفس الشغل او بنفس الطريقه اللي تطلع لك الصور دي. اول ما بتركب كارت الميموري على الكمبيوتر هو بيفتح لك برنامج خاص بالفان، وبتبدا تاخد الصور دي، بتحول البرنامج لانجليش لانجوج، وبتحول الصور من امتداد عادي لامتداد PIN. بعد ما بتتحول الصور والفيديو لامتداد PIN بتكون جاهزة انك تعرضها على الهولوجرام فان دي وتقدر تتفرج على اي حاجة. الهولوجرام فان دي كان فيه منها كذا نوع، في نوع بيعرض افقي زي ما انا كنت مشغلها كده اهو اللي هو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، وفي نوع بيعرض رأسي لما حضرتك بتشغل المروحة بيعرض لك رأسي. الحقيقة ما يعني حجم الجهاز التاني ما قدرتش ان انا اجيبه معايا في الشنطة وانا جاي، فاضطريت ان انا اجيب الصغيرة دي. دي سعرها تقريبا حوالي 400 رمبي او 400 يوان صيني، يعني تقريبا سعرها 900 جنيه. استخداماتها هتقولي انا هجيبها عشان اتفرج عليها على حاجة، لا، هي بتستخدم في الدعاية، بتستخدم في انك تتفرج عليها على صور، بتستخدم في حاجات كتير، وانا هعمل التجربة كاملة وان شاء الله لو قدرت ان انا اجيب الجزء الاكبر او الجزء اللي بيعرض الصور بشكل رأسي برضو هجيبه وهعرضه على حضراتكو. ولكن انا دايما اي تكنولوجيا او تقنيه جديده بحب ان انا اوضحها لكم عشان نبقى يعني داخلين في الموضوع كده، ما نبقاش ان احنا سايبين الناس بره بتعمل حاجات واحنا مش عارفين ايه اللي بيحصل. بس كده، وبشكركم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوكم تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. ولو عندك اي استفسار خاص بالفيديو ده او اي فيديو تاني تقدر تتواصل معايا عن طريق الفيسبوك بيكون اسهل، او عن طريق اليوتيوب هنا، او عن طريق انستجرام، وحسب لكم لينكات الفيسبوك والانستجرام في صندوق الوصف. وشوفوا فيديوهات جاية ان شاء الله، وكان معاكم محمد النواوي.